السلام عليكم ورحمة الله. في مسيرها نحو تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، تبدأ تونس رسم مشهد سياسي جديد لا غالب فيه لأحد مكونات السلطة ولا مغلوب. مفاوضات عسيرة ومعقدة خاضتها حركة النهضة مع مختلف الشركاء السياسيين لتحديد موقفها من رئاسة البرلمان والحكومة، ليأتي توافقها مع منافسها الأول قلب تونس تجسيدا لهذا المشهد، بالنظر إلى ما بنيت عليه حملتيهما من شعارات تلاحق الآخر وتتوعد بإقصائه وبما يمثل انقلابا في مسار هذه المفاوضات. تطور بررته الحركة الإسلامية بتعنت شركائها في مربع الثورة، لا سيما حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ورفضهما خوض نقاش جدي بشأن التوافق حول الحكومة حسب ما عبر قيادي النهضة. ليبدو حديث المنافس القوي منطقيا في إطار تبنيه مسارا جديدا يدعو إلى إيجاد الصيغة والحل الوسط، حل يعيد إنتاج سياسة التوافق القديم بين النهضة ونداء تونس، ما يثير تساؤلات جادة حول نتائج هذا التوافق بالنظر إلى ما أحدثه من تشتت جهود الحزبين في سجالات السياسة من قبل وتراجعهما في مستوى ثقة المواطنين. لكن الثابت أنه يمثل في المقابل فرصة لتشكيل حكومة مدعومة من حزام برلماني كبير يضمن الحد الأدنى من استقرارها ويجنب البلاد سيناريوهات التخبط وإعادة إجراء الانتخابات التشريعية.